اليوم ان شاء الله غادي يكون الافتتاح ديال المهرجان الوطني للثقافه في النسخه الاولى ديالو، واللي خلاله غادي تباراو مجموعه ديال الطلبه اللي كيمثلوا الجامعات ديالهم ولا الاحياء الجامعيه، غادي تباراو في مجموعه من الانماط الثقافيه منها المسرح، الموسيقى، الشعر، القصه القصيره، الفوتوغرافيه، الفن التشكيلي، الكاريكاتور، وكذلك الفيديو كليب. وهاد الطلبه اللي كيمثلوا الاحياء والجامعات ديالهم تم الانتقاء ديالهم خلال الاسبوع الوطني للثقافه، واللي كان ما بين 14 و 19 من الشهر الفارط، وخلاله كانت واحد المجموعه ديال العروض والمعارض ثقافيه وفنيه اللي بينوا فيها الطلبه على الصعيد الوطني على المؤهلات ديالهم وعلى المواهب ديالهم، واللي خلالها تم الانتقاء ديال الطلبه اللي عندهم اعمال متميزه كتسمح لهم باش يمثلوا الجهه اللي كينتميوا لها والمدينه الجامعيه اللي كينتميوا لها في المهرجان الوطني. وان شاء الله كاينين لجان اللي كتسهر على ابراز الطلبه المتفوقين اللي غادي ياخذوا جائزه. مبروك لكم ذا المهرجان. جامعنا ومخلينا لامة واحدة، شي ماذا كان مفرحنا ومقانينا. الوحدة وتنمية الإنسان من جهات المغرب مكان، أمجاد الخير وماضينا والحاضر واللي جاي قران. الجامعة المغربية باعتبارها فضاء يجسد قيم الحوار والتعايش والتسامح، كانت دائما فضاء ووعاء مد الساحة الثقافية والفنية بطاقات ومهارات في مختلف مجالات الثقافة والفنون. واليوم عدة جامعات تقوم بتنظيم مهرجانات في المسرح والسينما وملتقيات في الفكر والإبداع، وما يؤكد أن الجامعة تتوفر على كفاءات نفتخر بها. وهذه المبادرة تتجه نحو المستقبل الذي نريده لكل جامعتنا كفضاء للحوار، للانفتاح على كل التعابير الثقافية والفنية بعيدا عن كل الممارسات التي تدفع إلى الانحراف والتطرف وعدم قبول الآخر. وستكون وزارة الثقافة شريكا ملتزما الى جانب وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر لجعل الثقافه فضاء للتربيه على المواطنه وعلى قبول الاخر. وسنقوم معا مع وزاره التعليم العالي على توقيع اتفاقيه اطار تجعل من ستسمح لكل التعابير الثقافيه والفنيه ان تكون لها مكانتها داخل الجامعه المغربيه. بكبير الشرف أن أعطي انطلاق افتتاح مهرجان ذو الطابع الثقافي، وأظن أن الجامعة المغربية قادرة على رفع التحدي. تكوين الإنسان هو تكوين شمولي، الجانب العلمي، الجانب الثقافي، الجانب الفكري والرياضي، كلها عناصر هي التي تكون الإنسان المستقبل. إذا نريد أن تكون الجامعة رائدة في كل المستويات، واليوم عندنا مباراة على المستوى الثقافي بعد أن فزنا بميدانيات كبيرة في إيطاليا على المستوى الرياضي. تحضيري بقيت نقرأ أكل كريم، أكل كريم، كريم يلعب، أكل كريم، حتى قال لي كريم عبد الحق أنت واش غتبقى هنا أنا غنتحرك. ما قريت والو، ولكن كريم بيني وبينكم راجل ولد ناس. ما تقلب على كريم تلقى كيلعب مع مينا في قراءة. كريم يلعب مع مريم، ما كاين لا حسنة لا نجاة لا ناو، ماشي بحال داك البويسل ديال مراد. توجور إن جوي أفيك مينا أ لا فوغي، أو كتقول الناس هذا أوي مراد، وسادة تجبدي ما صداع، سولي أنت الله يهديك.